ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من حوارات وأراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب بكم باسم الرب يسوع المسيح من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي، بث مباشر على قناة الكرمة التلفزيونية العالمية، بتغطي 13 قمر اصطناعي بغطوا معظم الأرض، 98% من الأرض. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان الله يقول لشعبه القديم وأعطيكم رعاة حسب قلبي. بحسب قلبي الله بده يعطي شعبه رعاة يكونوا أمناء، خاصة أنه مرت أمة إسرائيل قديما، شعب الرب القديم مروا بظروف صعبة لأن الرعاة تاهوا عن الحق والأنبياء صاروا يتبعوا الربح القبيح. من أجل ذلك الرب كان يوبخ يعني الرعاة والأنبياء قديما لأنهم انحرفوا عن الحق الحقيقي الكتابي وابتدوا يلحقوا مصالحهم. من أجل ذلك أحبائي سنتأمل بنعمة الرب في هذه الأمور، ما بوضعية خاصة ماذا يقصد الرب بأنه يعطينا رعاة حسب قلبه؟ هل أعطانا فعلا في العهد الجديد رعاة حسب قلبه؟ وخاصة أنه الرب أعطانا جاء المسيح راعي الرعاة الذي قال تكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. عفوا سامحوني شوي، اليوم في شوية رشح عنا بسدني. فأحبائي أنا سعيد أنه يكون معنا ضيفنا. عفوا متأسف دكتور. يكون معنا ضيفنا المبارك الأسيس، عفوا الدكتور ميشيل عواد، نشكر رب من أجله. طبعا كان عنده علاجات وفحوصات والآن نشكر رب بصحة جيدة ومن جديد يتابع نشاطه معنا بالميديا. فأهلا وسهلا بالدكتور الفاضل الدكتور ميشيل عواد، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك سيجون ورب يباركك، وإن كانت فترة طويلة ما تقابلناش في الاستوديو لكن تقابلنا لا شك، نشكر رب خارج الاستوديو وفي عرش النعمة. نشكر رب من أجلك ومن أجل هذه القناة ومن أجل كل العاملين فيها ولا سيما المسؤولين عنها، الأخ صموئيل والأحباء المعاونون له. ونشكر الرب لأن هذه القناة بتخدم كثيرين من الناس سواء كانوا في بلادنا الشرقية أو في بلادنا الغربية. ونشكر الرب أيضا لأجل هذا الحق الكتابي الذي تقدمه هذه القناة، والذي وثقل الرب بي قلبك على أن تكون فعلا أمينا في هذه الخدمة التي شرفك الرب بها. نحن نصلي أن يباركك الرب ويبارك هذه القناة ويبارك كل العاملين فيها والمسؤولين عنها ويبارك هذه الحلقة لأنها حلقة هامة ومهمة، وربما يكون فيها نقد كثير أو يكون فيها إيجابيات أكثر، لكن نثق تماما بأن الله سيستخدم كل ما يقوله لنا وما يقوله على أفواهنا لمجد اسمه. أمين أمين. أشكرك جدا أسيس. أحبائي اعذروني طبعا لأنه مثل ما قلت في عنا شوية رشح اليومين، بس إن شاء الله بنعمة رب مثل ما قال الدكتور حلقة بتكون مباركة جدا، بتكون تعليمية مشجعة تحذيرية لنا جميعا، وبالأخص كل واحد منا هو راعي في دائرة خاصة، عدا عن أنه هناك راعي في الكنيسة أو في كل كنيسة، لكن في دوائر بتأكد أنه كل واحد منا راعي مسؤول إن كان في بيته أو في دوائر خاصة راح نتأمل فيها بنعمة رب. لكن أنا أيضا سعيد أنه نتعامل مع أيضا من خلال سكايب مع خادم الرب المبارك الأسيس الفاضل الأسيس ناصر كتكوت، والأسيس ناصر هو طبعا رئيس المجمع أو الكنائس الرسولية المجمع العام في مصر، في كل مصر طبعا. فالرب شرفنا أن يكون معنا في هيدي الحلقة، وبصلي أنه رب يباركه ويستخدمه أكثر فأكثر. إذا في مجال حضرة المخرج نتواصل مع حضرة الأسيس. أهلا وسهلا حضرة الأسيس، الرب يباركك وأهلا وسهلا بيك أسيس. عم تسمعني أسيس؟ يبدو أنه في إشكالية بالتواصل. أسيس ناصر عم تسمعني حضرتك؟ أوكي طيب، الأحبة رح يدبروا الموضوع بنعمة الرب، لأنه قبل ما ندخل على الهواء كان كل شيء واضح وكل شيء تمام. عطل الفني بيكون قصير قليل لكن منظبطه بنعمة الرب. حضرت الأخ الفاضل المبارك الدكتور ميشيل، نشكر ربنا أجل عودتك
ونشاطك ورب يستخدمك في هذه الحلقة، وخاصة أنه حضرتك عشت دور رعوي ولا تزال تخدم وترعى يعني، والرب يتبارك أو يبارك الناس من خلال خدمتك. نشكر ربنا أجلك. يعني دور الراعي مهم جدا. وأنا سمعت كثير من بعض الأشخاص بيقولوا لنا يا أسيس اعملوا حلقة عن هذا الموضوع. ليش يا حبيبي؟ بيقول لأنه في بعض الأشخاص دخلوا على الخط الرعوي بس هم مش رعاة. الرب يباركهم، وما بيحبوا الرب، لكن يبدو أنه مش عارفين أصول الخدمة الرعوية. فحلو أنه نستفيد من هذه الأمور. هذه تفضل، شو بتحب تقلنا في البداية من فضلك؟ في البداية لابد أن نفهم أن كلمة راعي مأخوذة من كلمة رعى أو يرعى، وكلمة رعى أو يرعى معناها يحفظ أو يصوم. فتشت كثير عن معنى آخر لكلمة رعى أو يرعى، وربما تكون في المعاجم مصطلحات أخرى، لكن في الحقيقة كل المعاجم أجمعت على أن كلمة رعى أو يرعى هي عبارة عن أنه شخص يحفظ ويصون. وهذه الكلمة كلمة عامة، ربما نحن نأخذها على رعاة الكنائس، لكن في الحقيقة ليس فقط الراعي هو راعي في كنيسته، لكن كل واحد في موقعه يعتبر راعي. فالأب في بيته يطلق عليه راعي لأولاده، هو مسؤول يحفظهم ويصونهم ويدبر شؤونهم ويدبر مصالحهم. والأم أيضا يمكن أن يقال عنها راعية في بيتها، ترعى أولادها وتهتم بهم وتلاحظهم وتراقبهم وتعمل على سعادتهم وتعمل أيضا على إطعامهم وإشباعهم. وكل إنسان في موقع ما يعتبر راعي، فكل واحد في مسؤوليته هو مسؤول عن الجماعة التي يقودها أو المسؤولين الآخرين الذين تحت إمرته أو فوقه. هكذا هي كلمة راعي. وهذه الرعاية لا يمكن أبدا أن تأتي إلا ببعض الملامح الإلهية اللي بيديها لنا الرب، فنحط بعض الخواص أو بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها الراعي. هناك صفتين ذكرهما الكتاب في مزمور 68، والبعض ربما يتجاهلهما، لكنهما مهمان جدا لكي نتأمل فيهما. مزمور 68 يقول الكاتب وهو أساف على داود في العدد الأخير: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. لاحظ معي هذه الكلمات، إن كمال القلب ومهارة اليدين. وكمال القلب يعني نقاوة القلب، وتعني طهارة القلب، وتعني قداسة القلب. فلا يمكن أحد أن يكون راعي في موقعه إن لم يكن يتحلى بنقاوة القلب وقداسة الحياة. دي نمرة واحد. الشيء الثاني أن الراعي يجب أن يكون ماهر. ماهر يعني معناه ذكي، لماح، يعرف قطيعه، يعرف أين يذهب القطيع، ويعرف ما هي احتياجات القطيع، ويعرف كل ما يدور في داخل القطيع. فهو ليس راعي ينام فقط وراعية ترعى كما تشاء، لكنها ترعى بموجب إدارته وحكمته ومهارته. الراعي الحقيقي ليس أجير، كلا، ليس أجيرا ولا يمكن أن يكون أجيرا، لكن الراعي الحقيقي هو راعي مسؤول عن رعيته ومسؤول عن كل خدمة موكل بها. هذا الراعي راعي مضحي، كما يقال عن الرب يسوع المسيح أنه بذل نفسه أو يبذل نفسه عن الخطاة، راعي مضحي. وإن كان الراعي ليس مضحيا فبذلك لا يستحق إطلاقا ولا أن يطلق عليه راعيا. وإن كان يريد أن يسود على الرعية فهذا ليس راعيا، لكن الراعي الحقيقي هو واحد من هذه الرعية.
يعرف مصالحهم ويعرف احتياجاتهم ويعرف كيف يسوس الأمور بكل حكمة وبكل مهارة. لذلك قيل عن داود هنا وهو تعلم كيف يرعى الغنم غنم أبيه، ثم تعلم كيف يرعى شعبه، قيل عنه أنه قادهم بحسب كمال قلبه وبطهارة وبمهارة يديه. إن لم تكن هذه الخواص موجودة عند الشخص لابد أن يرجع إلى ما سبق إن حضرتك قلت في بداية الحديث أن الله أعطاهم رعاة بحسب إرادته، أعطيهم رعاة حسب قلبي. فعندئذ نسأل كل راعي في موقعه سواء كان في الكنيسة أو خارج الكنيسة، هل رعايتك هي بإرادة الله؟ هل أنت أصبحت راعيا بموجب الدعوة الإلهية التي وجهت إليك؟ هل أصبحت مسؤولا في كنيستك لأن الله وضعك في هذه الكنيسة مسؤولا، أم أنك أخذت هذه الرعوية بموجب إرادتك وبحسب فكرك وبحسب مشيئتك؟ يجب أن يكون عندنا هذا التساؤل الذي ربما لا نستطيع أن نجيب عليه الآن، لكنه سنتابعه فيما بعد. آمين. أشكرك جدا، مقدمة رائعة وواضحة وأوضحت الكثير الكثير من الأمور. فعلا ربي ساعدنا نمتحن كل واحد، خاصة نحن الرعاة الكنائس غير رعاة الموجودين في كل العالم، لأنه رئيس الدولة راعي، كل واحد وكل راعي. واحد راعي، بس نحن عم نحكي أنا بهمني كتير رعاة الكنائس، لأنه إذا فسد السيستم برا الجهاز برا بضل ما بتخاف، بس إذا أي خربطة بالجهاز الداخلي في 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 الرعاية الداخلية لكنيسة الله، هون ببلش ناقوس الخطر. المسؤولية التي سنتكلم عنها. صحيح صحيح. أشكرك جدا دكتور. أحبائي رح نتابع بنعمة رب مع الدكتور مع الأسيس ناصر كتكوت. مثل ما عرفت عن حضرة الأسيس في البداية أنه هو الرئيس العام للمجمع الرسولي العام في مصر للكنائس الرسولية في مصر، وأنا برحب فيه من جديد لأنه ما كانش عم يسمعني. أهلا وسهلا حضرة الأسيس، الرب يباركك وأشكرك لأجل أنك قبلت الدعوة تكون معنا اليوم. أهلا بك يا حضرة الأسيس، أنا سعيد أكون معك النهاردة، وبالذات كمان حضرتك والدكتور ميشيل اللي قال على قلبي، لنا ذكريات جميلة وكان بيجي عند نهضات لما كنت برعى الكنيسة فروض الفرد. سعيد أكون معكم النهاردة حقيقة، ربنا يبارككم كتير على قناة الكرمة والأحبة يا عاملين معكم. أشكرك جدا حضرة الأسيس، طبعا موضوع رائع جدا، ودي أول مرة بتشارك حضرتك معي بالبرنامج، والرب رتب أنه يكون الموضوع عن الرعاية والرعاة، كما قرأنا وأعطيكم رعاة حسب قلبي يقول الرب. فبتحب تعطي تعليق أولي، وخاصة بعد ما سمعت حضرة الدكتور ميشيل من الزاوية اللي دخلنا فيها عن أنه الله يريد أن يعطينا رعاة، وعلينا أنه نفحص أنفسنا كرعاة، وفي رعاة ربما أخطأوا الهدف وبحاجة للتصحيح، فإذا بتحب بأي جهة تدخل نكون لك من الشاكرين. الكلام الجميل اللي قاله الدكتور ميشيل، بس أضيف شيء عليه، إن الراعي هو راعي، وما فيش كلام إلا راعي يعني راعي يعني يرعى خرف. الكتاب المقدس ذكر بعض الأمور عن الراعي، فقال إن الراعي في سفر حزقيال يقول كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنم المشتتة هكذا افتقد غنمي. الرب كان يقصد هنا إن الراعي من ضمن صفات الراعي أن يفتقد الغنم المشتتة، هو مش موظف لكن هو وكيل الله على الأرض. كمان في سفر عاموس هو رجل مضحي تضحية تضحية، الراعي بيبقى فيه غنم وفيه حواليه ذئاب عاوزة تاكل الغنم وهكذا، فبيقول هكذا قال الرب كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن هكذا ينتزع بني إسرائيل الجالسون في السمر. عاوز يقول هنا إن الراعي عنده استعداد يضحي لأجل الرعية لما يلقاها في خطر. كمان الراعي حلو يكون عنده روح تمييز، في متى 25 بيقول الكتاب يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجدل. وأنا بقول حاجة للرعاة، لأن أنا أشكر الله لأجل الوقت اللي عطاه للرب أكون شريك مع أكثر من 200 راعي في الكنائس الرسولية مع زملاء كثيرين. حلو الراعي يكون عنده روح تمييز حتى لما يكلف حد بالخدمة لا يجامل أحد وما يحطش حد في مكان حد، لكن يشوف يكون عنده روح تمييز كما يميز الراعي الخرق. لكن كمان في حاجة جميلة تانية عن الراعي في يوحنا 10، أنا هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. أنا بقول للراعي راعي
يعني عارف غنمهم عددهم وشكلهم وعارف مين الخروف ابو قرون اللي بينطح كل شويه متاسف في اللفظ، وعارف مين الخروف الحلوه اللي بتجيب ثمر، لكن بيتعامل مع الكل. الرسول بولس لما الكتاب بيقول اعرف خاصتي وهي تعرفني، حلو قوي الراعي يكون يعرف رعيته. يعني اخر حاجه اقولها لك على موضوع الرعيه، في روميا 16 الرسول بولس كان عارف رعيته كويس، يقول اوصي لكم باختي نفيبي مشجع، سلموا على بنسكيلا واكيلا، سلموا على ابنتوس حبيبي، وبعدين يقول سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا، سلموا على اندرونكوس يونياس نسيبي، وبعدين سلموا على امبلياس حبيبي، سلموا على اوربانوس العامل معي، سلموا على ابلس المزكى في المسيح، سلموا على تيريفينا وتيريفوس التعبتين. ايه ده؟ الرسول بولس كان يعرف الرعيه بتاعته فكان يهتم. فانا بشجع الراعي النهارده حتى وهو واقف كده، العاده اللي متعودين هيسلم على الناس وهي طالعه، حلو يقول له ازيك يا اخ فلان، ازيك يا جناب الشيخ، ازيك يا دكتور فلان، ازيك. ده هذا تقدير واحترام. الراعي يعرف قصته ويعطي كل واحد حقه. الرسول بولس يقول يسلم عليكم كمان تيموثاوس العامل معي، يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسه. اللي عاوز اقوله في الحكايه دي ان الراعي يضحي، يهتم، يشجع، يرفع معنويات وروح الناس بالكلمات المفيده. هذا هو الراعي. امين امين. اشكرك جدا، ايضا بدايه حلوه ومقدمه حلوه رائعه جدا، نشكر رب من اجلك قسيس. دكتور راح اقرا هالقراءه الصغيره اللي هي ايتين بحسب اشعياء 40 وحضرتك داري فيها. اشعياء 40 10 و11 بيقول هو ذا السيد الرب بقوه ياتي وذراعه تحكم له. تصور انه يعني اعلانات نبويه من اشعياء قبل 740 سنه من مجيء المسيح. اشعياء النبي يقول انه السيد الرب سياتي. يعني معقول ربنا ياتي على الارض؟ نعم، النبوءات قالت انه سياتي، وفعلا المسيح تجسد، الرب تجسد من العذراء مريم وصار بشرا وقدم نفسه على عود الصليب فديه لاجل خطايانا. فيقول النبوءه تقول هو ده السيد الرب بقوه ياتي وذراعه تحكم له، هو ذا اجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. في فرق بين الراعي اللي من هذه النوعيه وفي رعاة، حقيقة بعض الرعاة، نشكر الرب لأجل كل الرعاة الصالحين الحلوين اللي هن أمناء ورح ياخدوا إكليل المجد، المقامون من الرب، المقامون من الرب. وخاصة أنه القديس بطرس بيقول برسالته الأولى الأصحاح الخامس أنه متى ظهر رئيس الرعاة تنالون أنتم أيضا إكليل المجد الذي لا يبلى. فيعني في رعاة سينالون إكليل المجد، لكن في رعاة حقيقة سينالون خزي. فإيه رأي حضرتك بالكلمات دي؟ كلمات عظيمة جدا مقالة بالوحي المبارك عن الرب يسوع، ولم تكن عن الرب يسوع فحسب، لكن لكي يتعلمها كل راعي. نعم. فالراعي لازم يتعلم من ما قبله، فربما راعي في كنيسة يتعلم من الراعي الذي قبله الحسنات التي كان يعملها، وأيضا المساوئ إن كان قد وقع فيها لكي يتلاشاها، يتجنبها. نعم. ويتلاشاها. نعم. فلكن المثال الأعظم لنا هو الرب يسوع المسيح. آمين. وإن كانت الكلمات كلمات مطردة وحلوة وعظيمة جدا، لكن يضع الروح القدس أمامنا شيء مهم جدا، وهي ما هي مسؤولية الراعي. اتكلمنا عن بعض الصفات، لكن حزقيال جمعهم لنا في أربع كلمات مهمة جدا. إذا ابتعدنا عنها يبقى إحنا مش رعاة، لكن الأربع كلمات هي مكتوبة في حزقيال 34 عدد 11 وعدد 15. نعم. كلمات بسيطة جدا. في عدد 11 بيقول هنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها. حاجتين مهمين جدا عند الراعي، يسأل ويفتقد. نعم. يعني يسأل ويزور. وهنا نسأل مع احترامي للجميع، لحضرات الرعاة، متى تسأل عن الرعية ومتى تفتقد الرعية؟ ربما لا يسأل عنها إلا في المناسبات، أو ربما في الأعياد، أو ربما للمصالح الشخصية، لست أدري، فلا أريد أن أدخل في هذه الناحية. لكن الجانبين المهمين اللي موجودين عند الراعي، يسأل ويفتقد، يسأل عليهم ويزورهم.
ليه؟ لأن فيها المريض وفيها التعبان وفيها المكسور وفيها المجروح وفيها المتألم وفيها الشخص اللي عاوز يسمع كلمة من واحد تطيب قلبه. دول حاجتين مهمين. الحاجتين التانيين المهمين عمد الراعي في عدد 15 من حزقيال 34 يقول أنا أرعى غنمي وأربضها. حلوين الكلمتين التانيين دول اللي هو قالهم الرب أرعى. يرعى إيه؟ أرعى غنمي. فلتلاحظ معي عزيزي المشاهد أن الغنم أو الرعية هي ليست رعيتك، هي ليست ملكك، أنت مش مالك هذه الرعية، لكن أنت مقام على هذه الرعية. في أعمال 20 يقول الرسول بولس التي أقامكم فيها فيها الرب، أنت مسؤول عن هذه الرعية لأن الرب أقامك فيها. ولاحظ هناك فرق بين أنه أقامك فيها أو أقامك عليها، فلو كان أقامك عليها لكنت تفعل فيها كما تشاء، لكن أقامك فيها فأنت مسؤول عن أنك ترعاها. تعمل فيها إيه؟ قال أرعاها. أرعاها ويرعاها بإيه؟ الكتاب هنا زي ما سمعنا قال أرعاها بعدل، لا يفرق بين هذا وبين ذاك. ثم الشيء المهم هنا أنه يربطها. يربطها يعني يضعها في المكان المناسب لها، يحطها في المكان المناسب. لما داود اتكلم عن الراعي في مزمور 23 قال إن الرب راعية يعني يرعاني، الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني. الراعي يعرف ما هو طعام الرعية، يعرف ما هو احتياجات الرعية، يعرف ما هو يتعب الرعية أو ما يسر الرعية. الراعي يعرف هذه الكلمات، وهذا الكلام هو الذي قرأته حضرتك في إشعياء 40. مهمة جدا هذه الآية عندما نضعها أمامنا، ليس في هذا البرنامج فحسب، لكن أرجو من كل راعي وكل خادم أن يضعها أمامه. أعيدها بعد إذن حضرتك مرة تانية. بيقول هو ذا الكتاب بيعلمنا إن هو ذا السيد الرب قال إيه؟ كراعي يرعى قطيعه. هو قطيع، هو قطيع الرب. أنت لا تملك قطيع الرب لكي تفعل فيه كما تشاء. الراعي في كل كنيسة ليس له الحق أن يتصرف كما يشاء في رعية الرب، أن يقيم هذا وأن يبعد هذا، أن يتعامل مع هذا بأسلوب ويتعامل مع الآخر بأسلوب آخر. يرعى قطيعه، يعرف إيه هنا؟ يعرف الحملان الصغيرة. والحملان الصغيرة قال عنها يعقوب في تكوين 33 إذا استكدوها ماتت. يعني الحملان الصغيرة عاوزة معونة خاصة وعاوزة رعاية خاصة. الشباب اللي عندك، الأحداث اللي عندك، الجداد في الكنيسة، أنا مش بتكلم عليك يا سي جون، أنا بتكلم على حاجة عامة، لكن الأحداث والشباب والصغيرين واللي متخلصين جداد والناس اللي داخلين الكنيسة لأول مرة، دول اللي احنا بنسميهم الكتاب حملان صغيرين، ما يقدروش يستحملوا الحمل بتاع الناس الكبار، وما يقدروش ما تقدرش حضرتك تعاملهم معاملة الأشخاص القدامى. وعشان كده سماهم الكتاب إنهم حملان صغيرين. يعمل إيه الكتاب فيهم؟ يقول كراعي يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان. يا سلام على هذه الزراعة، تلم الحملان، تجيبها من الشوارع، تجيبها من الضعف، تجيبها من حالة الألم اللي هي موجودة فيها، تفتقدها وتأخذ بيدها. يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه، ومن يستطيع أن يفعل هذا؟ وفي حضنه يحملها. موسى لم يستطع أن يحمل شعب الرب في البرية، وارجع للكلام ده في سفر العدد 11 وفي تثنية أصحاح 1، قال في حضنه يحملها، يحطها على صدره وعلى صدره. هل تعلم الراعي إن بعد الاجتماع إنه يحتضن الإخوة ويسأل عنهم ويشفق عليهم، يقبلهم ويسأل عن أمورهم وظروفهم، أنه أن بعد الخدمة يتقمص شخصية السيد ويذهب يتقوقع في مكتبه ويقول بالبلدي اللي عاوزني يجيني،
لكن هذه ليست صفة الراعي، لكن صفة الراعي أنه في حضن يحملها. طب والعواجيز اللي زي حالاتي تعمل فيهم إيه أيها الراعي؟ قال يقود المرضاة، يمسك إيديهم، يعكزوا عليه، محتاجين واحد يسندهم في هذه البرية وفي هذا الزمن. يقود المرضعات، أثق بأنها مسؤولية صعبة، وأثق بأنها مسؤولية قاسية، وأثق بأنها مسؤولية ربما يتنصل منها الكثيرون، لكن هذه هي مسؤولية الراعي. الحملان في حاجة إلى راعي، والعواجيز في حاجة إلى راعي، وكبار السن في حاجة إلى راعي، والذين بلا حضن يحضنهم محتاجين إلى راعي يحتضنهم. آمين. أشكرك جدا. قبل ما أنسى، حضرتك عم تتكلم وأنا شخصيا اتذكرت أخ من زمان، يعني طبعا أنا كان بقالي يمكن شيء هيك كم سنة عم بخدم راعي. أنا بقالي نشكر رب حوالي 30 سنة. رب يبارك. نشكر رب ويباركك ويكمل خدمتك للنهاية. الرب يبارك. فتكلمت مع أحد الإخوة اللي هو طبعا متقدم في الكنيسة، قلت له سامحني ما مش عم بقدر زورك لأنه بتعرف الخدمة عم تزيد والوقت مش عم يسمح بسهولة، وما بنسى هالكلمة. قال لي خيي ما تهتم فيي، أنا بشكرك إنك عم تفكر فيي إنك تزورني، أنا نشكر رب ماشي حالي، أنا بدي بس إنك تركز على الجدد والمحتاجين التعابة. وهي أحلى طريقة. وأنا بقولها إنه لشعب الرب قبل ما سلم الكلام لحضرة القسيس ناصر، وأيضا يتابع الفكرة إذا على قلبه، وقال ننتقل للنقطة الثانية. أحيان كثير نحن بنطلب كثير من الرعاة بس ما بنرحم الرعاة، ودي نقطة كمان لازم نحن نعالجها دكتور، ما بعرف إذا الرب هيك برام البرمي وحضرتك بتحب تعالجها. يعني أحيان كثير مثلا إذا قصر الراعي بنحاول ناكله بأي طريقة، بننسى أتعابه، بننسى كل الأمور اللي عم يجاهد فيها، بننسى إنه هو عنده عائلته وعنده عشرات العائلات في الكنيسة. طبعا لازم يكون في أشخاص تعاون أكيد، بس أحيان كثير وخاصة في العالم العربي دكتور، أنه العالم العربي يتطلب كثيرا من الرعاة أكثر من العالم الغربي. العالم الغربي متفهم وضع الراعي أنه هو عنده 10 أصابع وعنده يدين اثنين وعنده يعني عنده طاقة محدودة، طبعا الرب بيعطي قوة. فأنا من يومها ما نسيتش العبارة اللي قال لي إياها لهذا الأخ، قال لي أنا بحب أقعد معك بس اهتم بالجدد وأنا راضي. الحملان. بس أنه شو هالتفهم الحلو من هذا الأخ، متفهم جدا جدا، مش عم يعتب حتى يعني نحن لازم نساعد الراعي تيكمل خدمته مع المحتاجين واللي هم الحملان والناس المحتاجين ايضا لاحتياجات خاصه. حضرت الاسيس ناصر بتحب تكمل في هذا السياق او بندخل على نقطه معينه اخرى؟ لا ممكن اشارك معك في حاجه برضه. اتفضل. الكلام اللي قاله الدكتور ميشيل حقيقه يعني كلام الله، كلام رائع. الراعي عشان يريح نفسه وعشان يريح قلب الرب، هي آية واحدة كانت في رسالة بطرس الأولى أصح 5 فيها بروتوكول الراعي، قال ارعوا رعية الله، لا ارعوا رعية الله قانون الظهر، وبعدين بيقول مش بالطرار لكن بالاختيار ولا لربح قبيح. الراعي كل حاجة إنه محتاج حاجة، أولا الرعية اختيار لا عن الطرار بل اختيار. الحاجة الثانية لا لربح قبيح، لو الراعي اهتم قوي ان انا قصدي اربح النفوس القضية انتهت خلاص، ربنا هيبارك وهيكرمه من كل النواحي. الحاجة الثانية لا يسعى الى المناصب، مشكلة المناصب هنا كنا بنلعب لعبة زمان اسمها لعبة الكراسي، لعبة الكراسي يلعبوها 5 أو 6 المهم الكراسي اقل بواحد والشاطر اللي يغلب. المشكلة لو وقع على الكرسي والكرسي وقع بيه، مرات الناس بتدور على المناصب، لكن القصة هي ليست مناصب، فالرعية مش منصب ولا توظيف لكنها تكليف من الله، هي لرجال الله. لكن حاجة تانية كمان نكون قدوة للرعية. الرسول الرب ليه المجد قال لبطرس تعبير قوي جدا لما بيعاتبه، قال له يا سمعان، قال له نعم يا رب، قال له أتحبني؟ قال له آه. كان المفروض يقول له خلاص مادام بتحبني ارعى غنمك، لكن ما قالوش ارعى غنمك، قال له ارعى غنمي. فأنا وأنا راعي أنا بقول للرعاة النهاردة نحط إيدنا في دين بعض ونبدأ نفكر من جديد. الرعاية دي مرة دول كنيس دول بتعود دول أولادي، صح ده شعب مظبوط، لكن الرب ما قالوش ارعى شعبك لكن ارعى غنمي. نحط قدام عينينا وفي قلبنا إن هذا غنم، وزي ما قال دكتور ميشيل نوعيات مختلفة، الله يعطيني حكمة ويعطي للرعاة حكمة إزاي يقود الشعب في موقف نصر مبارك
وان نعرف ان دول شعب الله وغنمه. أشكرك جدا أخي القسيس، ربي يباركك. حضرة الدكتور بتحب تتابع بذات السياق، بس قبل ما أسلمك بذات السياق، لأنه أنا حاسس أنه يعني أنا ما كنتش عم فكر فيها زيادة عن لزوم هالفكرة، بس فيما نتكلم اجت على بالي أنه نحن لازم يكون عندنا أيضا كرعية نساعد الراعي، ممكن نعالجها بسرعة. بس بذات الوقت أحبائي بذكر حضراتكم أنه ممكن تتواصلوا معنا على الهاتف، معنا أبو مهند طبعا على الهاتف، هلأ بناخد الأخ أبو مهند بسرعة. بس ايضا في احبه عم يكتبوا لنا على الفيسبوك، رح نحاول ناخذ بعض الرسائل اللي فيها تعليق للحوار. لكن انا اشكر الرب من اجل كل اللي عم يكتبوا، طبعا كتابات كثيره. وما تنسوا انه احبائي نحن فيسبوك لايف ايضا، عدا عن انه نحن على الكرمه ب 13 قمر اصطناعي، لكن نحن الان لايف على الفيسبوك الخاص بالكرمه. الكرمه عندها 1,600,000 بس ملتزم مشترك، لكن غير الزوار اللي بزروها بالملايين. الفيسبوك عم بحكي، لكن جمهور الكرمة العام نشكر رب بالملايين، يعني يمكن يوصل لل 100 مليون. فنشكر رب من أجل هذه الخدمة المباركة العظيمة. لكن أيضا نحن أيضا على الفيسبوك بعدة صفحات أخرى، فإذا بتحبوا تدخلوا على صفحة أكثر الكرمة تي في وتكونوا أصدقاء معي بالبرنامج، بيكون نشكر رب خير وبركة أيضا، وهيك بتستلموا كل شيء. رح نأخذ الدكتور بس الأخ أبو مهند بنأخذ منه التعليق ومنتابع مع حضرتك إذا بتريد. أهلا وسهلا أخ أبو مهند، ربي باكك، تفضل أخي الحبيب. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. تحية محبة. ربنا يباركك. وضيفي الكريم. ربنا يباركك. كلامكم كلام جيد، وأنتم معلمون بارعون، المعلم البارع يلهم، وأنتم تلهمون في كل شيء. لدي كلمة بسيطة تقول: قلب خادم. قال أبرام للوط: إن ذهبت شمالا فأنا يمينا. تكوين 13:8-9. إن وضع مصلحة الآخرين قبل مصلحتنا، ولو كنا أعظم منهم شأنا، هو كل ما تعنيه الخدمة والرعاية. لقد كان إبراهيم مثالا لذلك في قضية لوط ابن أخيه. إذ أنه كان مستعدا أن يقسم الأرض التي كانت ملكا له، ويعطي لوطا الخيار الأول كاتباع الرب يسوع المسيح. باستطاعتنا أن نتعلم كيف يكون لنا قلب خادم أو قلب راعي، فهذا أمر لا يتأتى بسهولة، وليس بطبيعتنا بالنسبة لطبيعتنا البشرية الساقطة. ولكن الله يستطيع أن يساعدنا كي نضع حاجات الآخرين قبل حاجاتنا. لنتذكر أن الرب يسوع أتى إلى عالمنا هذا تحت ليك نفسه فدية عن كثيرين، أنه وضع مصلحتنا قبل مصلحته. لأن الخادم الأمين هو الذي يعيش لا لنفسه بل للآخرين. وشكرا شكرا لكم. أمين أمين جميعا. أشكرك جدا، يعني نقطة رائعة جدا ومركزة، ربي باكك أسيس أخي أبو مهند. طبعا من زاوية أنه علينا أنه نحن فعلا يكون عندنا انتباه لدعم الخدمة حتى الراعي ما يحترق مثل الفتيلة اللي عم تحترق، لأنه ممكن واحد يولع. على فكرة أحبائي اليوم كمان علينا هجومات باستمرار، نحن علينا هجومات، جرحت إيدي أنا وقاعد شوفوا الدم. فإبليس بهاجم، لأنه بتبقى مواضيع خطيرة جدا جدا. تبذل نفسك ونشكرك. لا الدكتور قال لي، الدكتور قال لي ده موضوع خطير اليوم يا أسيس، قلت له فعلا خطير. فنشكر رب يسوع. أحيان الخادم يلام، وما فيناش نقول على طول يلام، لأنه هو مضطر يكون حازم، وأحيانا بيقدر بيكون عنده حاجات خاصة لازم يلبيها، فالناس بتسيء فهمه. وأحيانا الخادم ممكن يغلط ويرجع يندم على الغلط، فنحن أحيانا بنمسكها عليه 50 سنة. فعشان هيك إذا في مجال نحن نوضح النقاط بنساعد فيها الرعية والراعي. لا يظن البعض أننا نتحامل على الرعاة. نعم، فكلانا وكثيرين من المشاهدين ربما مارسوا هذه المهنة أو هذه الوظيفة أو هذا الاختيار. نعم، وهو اختيار أن يكونوا رعاة. فنحن لا نتحامل على حضرات الرعاة إطلاقا، ونقدر مسؤوليتهم التي وضعهم فيها الرب، نقدر كم يتحملون
من أجل إسعاد الرعية. نحن نتكلم على الرعاة الحقيقيين الذين أقامهم الرب. أما الرعاة الذين أقاموا أنفسهم فهذا شأن آخر لا نتحدث فيه في هذه الفرصة. الرعاة الذين أقامهم الرب هم لا يخدمون بمفردهم، لكنهم في حاجة إلى مساعدين. فالرسول بولس كان عنده أكثر من عشرات المساعدين. لم يستطع بولس أن يكتب رسائله أو يقول في خدمته الكثيرة التي ذكرها لنا سفر الأعمال من الأصحاح 16 حتى من الأصحاح 13 حتى أصحاح 28. لا نستطيع أبدا أن احنا ننكر أن بولس اجتاز هذه المناطق الكثيرة التي خدم فيها والكنائس الكثيرة التي زرعها بدون أن يكون عنده مساعدين مثل تيموثاوس ومثل تيتوس مثل أرخبوس مثل أنسيموس مثل فيليمون وهكذا وذكرت تيموثاوس وسيلوانس وسيلة وكلاهم وكل هؤلاء ولا سيما العشرة ولؤة كان شيء رائع ولؤة وأنسيموس العشرة اللي موجودين في كولوسي أصحاح 4 إن كان المشاهد يريد أن يرجع إليهم كانوا مساعدين. لكن مش بس الإخوة كانوا مساعدين ليه، لكن الأخوات كمان كانوا كنا مساعدات لبولس. فقدامنا هنا في رسالة روميا أصحاح 16 يقول هذه الكلمات على فيبي: أوصي إليكم بأختنا فيبي كي تقبلوها في الرب لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. شيء عظيم جدا أنه لا يقول أنا خدمت في فيليبي لوحدي، فيبي كانت في كنيسة كان خريا أو في فيليبي، مش ما قالش أنا لوحدي، لكن قال حتى فيبي كانت بتساعدني. لكن هنا النقطة المهمة التي أرجو أن أسأل عنها: هل الراعي في حاجة إلى أن الإخوة يساعدونه والأخوات تساعده؟ هي ده السؤال. هل هو يعني عاوز مساعدة ولا مكتفي بنفسه؟ ما هو في رعاة يا سي جون لازم ناخد بالنا منهم مش عاوزين حد يساعدهم، مش عاوزين حد يدخل في شؤونهم، مش عاوزين حد يتكلم معهم. أنا راعي الكنيسة وبس، وحضرتك أخ عندي، أنت تسمع للي أنا بقوله وتطيع الأوامر اللي أنا بقولها، مش عاوزك. ودي زي مين بالضبط؟ زي مرسى ومريم عندما صرخت إليه: قل لأختي أن تساعدني. طب ما تقولي لها أنت، ما تقولي لأختك: يا أختي استأذني من الرب شوية وتعالي ساعديني في المطبخ. بدل ما تشتكي قل لأخت، هي مش عاوزاها تساعدها، عايز تشتكي، هو عاوزة تشتكي وبس. ففي راعي عمال يشتكي: سامحني في هذا الكلام، أنا عندي مسؤوليات، أنا عندي تليفونات، أنا عندي مقابلات، أنا عندي مشغوليات، أنا 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 أنا, أنا. فيش عنده رعية، ما قدرش يوزع المهام على الرعية. القائد الناجح والراعي الناجح هو الذي يستطيع أن يوزع مهامه على الجميع ويشرف على الكل بروح المحبة، لا كشخص رئيس لهؤلاء، لكنه شخص متعاون معهم لكي يصلوا إلى بر الأمام. نعم الرعاة في حاجة إلى مساعدة، لكن عندما يطلبون المساعدة. فإذا لم يطلبوا المساعدة فيتحملوا مسؤوليتهم ولا يصرخ ولا يشتكوا، وأنا قد قلت وأبلغت وهم مسؤولون. ومنصلي أيضا أنه الرب مش بس يعطي نعمة للرعاة من هذه الناحية، يعطي نعمة للرعية أن يكون فيها مواهب حقيقية، لأنه أحيان كثيرة بيضطر الراعي يعمل بعض الأشياء لأنه في تهرب من بعض الإخوة أو الأخوات اللي ما بدهمش يساعدوا. حضرتك الراعي، سوري في المقاطعة، الراعي أو القائد هو الشخص الذي يعرف مواهب الجميع ويعرف كل واحد أين يوضع ويقدر يطلع منهم. وإن كان الراعي محبوب عند الجميع فيقدر يطلع المسؤول عن هذا والمسؤول عن ذاك والمسؤول عن هذه والمسؤول عن تلك. الراعي يستطيع أن يفعل هذا، هذا هو القائد الناجح. القائد الناجح ليس أنه يقود قيادته ثم يرحل ومكانه فارغ، لكن القائد الناجح والراعي الناجح هو إذا مضى فإنه يترك بصماته وبصمات قيادته على الآخرين، وأنه قد نجح في أن يقيم رعاة آخرين ويقيم قادة آخرون في كنيسته. آمين آمين آمين.
أسيس، قبل ما أسلمك الكلام حول موضوع رجل الدين بين المصالح الشخصية والدعوة الإلهية، رح أسلمك الكلام بعد قليل، بس اسمح لي أقرأ قليلا أسيس ناصر بس بعض التعليقات في الفيسبوك. بيقول الأخت نسرين، بتقول: إني أشكر إلهي كلما تذكرتكم، إذ أتضرع بفرح لأجلكم كل حين في جميع صلواتي بسبب مساهمتكم في نشر الإنجيل من أول يوم إلى الآن. وهي بتقول منقول من الرسالة إلى مؤمني فيليبي، رسالة يعني كنيسة فيليبي: شكرا من القلب لكل قديس عرفنا بطريق الخلاص من بداية من لبنان وإلى هذا اليوم في أستراليا. الرب يباكر أخت نسرين. الأخ دان بيقول: سلام المسيح يكون معكم. أخ جون: كلنا في طريقة ما رعاة ومربين ومعلمين. سؤال: رعاة في ماذا؟ كلمة الله وأم العالم؟ نتابعكم من العمل. عم بيحضرونا من شغلهم يعني. الرب يباكك أخ دان. أيضا بيطلب الأخ دان رجاء صلاة من أجل أخي أو أختي، بيقول أخي مريضة، بس هي أخته مريضة، في عندها ALS، وشكرا اسمها بدرية، بلكي من صليلة دكتور من فضلك. أمين. الأخ دان عنده أخته مريضة اسمها بدرية. أمين. الأخ سرجون طبعا بيقول: الرب يبارك كل قديس نشر الإنجيل المقدس بكل أمانة وكان الراعي الصالح، تحية لكم والرب يبارككم. الأخت ابتسام بتقول: يوجد رعاة كثيرون يرعون مصالحهم وما أكثرهم في هذه الأيام، الرب يسترنا. الأخت دلال بتقول: الراعي يسهر على رعيته من الذئاب ويبعد الذئاب عنها طبعا إذا بعدت، طبعا إذا ابتعدت عن القطيع بيرجع برده، وبعدين بيوفر لها الطعام ويربطها في مراعي خصبة كي تشبع. أعني يا إلهي كي أعرف كيف أشبع من مراعيك المباركة، وأعرف كيف أطعم الخراف المحتاجة للطعام الأبدي والذين تضعهم في حياتي. وأيضا الراعي يحب ويوبخ بشفقة لكن بدون إدانة. ربي يبارككم ويزيدكم قداسة وحكمة. أمين. ربي يبارك أختي. بنكتفي بهذه التعليقات، في تعليقات أخرى من جهة قناة الكارما أيضا، بنكتفي في هذه حاليا. حضرة الأسيس، ممكن نتواصل حضرتك أو نشرح قصدي بين موضوع رجل الدين بين المصالح الشخصية والدعوة الإلهية؟ تفضل أخي من فضلك. أسيس، رجل الدين بين المصالح الشخصية والدعوة الإلهية. أنا لازم المستمعين والمشاهدين يعرفوا حاجة، كلنا مدعوين لخدمة الله، لكن ربنا فرق شوية حاجات. في ناس ربنا دعاهم لخدمة رعوية، يعني يرعوا كنيسة فعلا ويرعوا شعب الله، ده المقصد. وفي مجموعة هم دعوا لخدمة الله لكن ما يعرفوش يرعوا، لكن ممكن يوعظوا ويبشروا ويكرزوا، يعني عن تجربة عملية عملناها في الكنيسة الرسولية وجدنا بعض الناس عندها مواهب حقيقة. رسمنا أسيس لخدمة الأسرة فقط لغير، ورسمنا أسيس يساعد المدمنين على علاجهم وشفائهم، رسمنا أسيس للعمل المرسلي، واحد للتلمذة، واحد للتدريب. يعني عاوز أقول حاجة، هم بيخدموا وربنا دعاهم للتفرغ للخدمة، لكن هم ما عندهمش موهبة الرعاية، فليه إحنا نخسرهم وهم ربنا قادهم أو دعاهم؟ فخصصناهم إن يخدم الله بهذه الطريقة. الحلقة بتاعتنا عن الرعاة، لغاية دلوقتي لم نسيء للرعاة إطلاقا، لأن أنا واحد من الرعاة. لكن في النص بس أقول، واحد من التعليقات بيقول: الراعي يبعد الذئاب عن الرعية. حقيقة ما نقدرش نبعد الذئاب عن الرعية، ده مش شغلانتنا، لكن نبعد الرعية عن الذئاب، لأن ده اللي إحنا نقدر نعمله. نقول للرعية: أرسلتكم كحملان وسط الذئاب، أنا خلي بالي من الرعية. أما رجل الله ورجل الدين والمصالح الشخصية، أنا بقول لرجل الله الكتاب المقدس لازم أفرق بين رجل الله ورجال الدين. بمعنى يعني عاوز أقول لأن المستمعين أو المشاهدين يتلخبطوا معنا، رجل الله هو يخدم الله، ورجل الله لو لاحظنا في الكتاب المقدس موسى دعي رجل الله، شامعية دعي رجل الله في ملوك الأول 12، في واحد نبي جاء يقول كتاب في ملوك الأول 13 اسمه أرجل الله، اسمه إيه ما نعرفش، لكن قالوا أرجل الله. المرأة الأرملة تقول لإيليا أنا عرفت وتأكدت إنك أنت أرجل الله. فأنا عاوز أقول حاجة، تيموثاوس بولس الرسول يقول له أما أنت يا إنسان الله، فدول رجال الله، أرجل الله. الله دعاه للخدمة مرات كتير، الخادم بيتوه بين المصالح الشخصية وبين الرعاية. عشان كده
لازم رجل الله يتأكد إنه وكيل الله على الأرض. أنا وكيل ربنا، عايز مني الله المسيح ليه المجد على الأرض. حط بروتوكول، بروتوكول عقد. أنا بشتغل في شركة، الشركة بتقول لي أنت مهندس دكتور أي حاجة، إحنا البروتوكول كذا. الكتاب المقدس في إنجيل متى 10 حط بروتوكول للخدمة. دعاء الرب يقول دعا تلاميذه الاثنى عشر أعطاهم سلطان، إيه شغلانتكم؟ قال اشفوا مرضى، اكرزوا، بشروا، روح للمساكين، روح للمحتاجين، لا تقتنوا ذهبا لا مزودا في الطريق، قولوا اقترب ملكوت الله. دي الرسالة بتاعتنا. إذا حاد رجل الله عن هذا هو أخطأ هذا. فرجال الله هم من يخدمون الله وهم وكلاء الله على الأرض. وسط الحكاية دي ربنا طب احنا نعيش ازاي؟ قال ما تهتموش، انتوا اهتموا بالبروتوكول، العقد، عقد الاتفاق اللي عملناه مع بعض، اما الاكل والشرب لا تهتموا لحياتكم. يجي واحد يسألني يعني ما اهتمش؟ يعني ما يكونش اهتمامي هاكل ازاي واشرب ازاي، لان الله عارف انا محتاج ايه. انا بطمن الرعاة النهارده، ربنا يهتم بيك وبمراتك وبأولادك وبأحفادك، وهتبقى بركة إذا أنت لم تخون البروتوكول أو العهد أو العقد الذي اتفقت عليه يوم أن دعاك الله إلى الخدمة. فنحن رجال الله، هو وكيل الله، هو كمان منظر للناس والملائكة، احنا منظر قدام الناس. كمان في حاجة تانية، احنا يجب أن نكون بركة إلى الآخرين، هم دول رجال الله. فدايما احنا نقول على القسيس هو رجل الله، فاذا اخطا الهدف للاسف بتساء الخدمه. والرب قال للتلاميذ وانتوا بتعملوا ده كله خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، ليروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماء. امين. اشكرك حضره القسيس، ابقى معنا من فضلك. معنا الاخت بنت الملك من سيدني. اهلا وسهلا بنت الملك، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. هلو، اتفضلي اختي. اهلا، مساء النور. مرحبا بكم وبالاخ الدكتور الفاضل اخ ميشيل عوض والاخ ناصر كتكوت على سكايب. اهلا وسهلا بكم. اهلا بحضرتك. كنتون يعني احلى العنوان هو يعني، وموضوع مثل ما تفضلتوا بالرغم من حالاته هو خطير. حكيتوا عن الرعاة على مواصفاتهم على كيف يكونوا حسب، لكن أنا برأيي رأيي المتواضع يعني صح، المهم الراعي يكون أمين ويكون بحسب البراب وحسب كل ما ذكر، لكن الأخطر شيء أنا برأيي التعليم اللي يعلم الراعي. قد جون يعني أنا مش في مكان الانتقاد، ورب شاهد أنا أحكي من محبتي للأخوات ومحبتي لجسد المسيح، كلنا أخوة وأخوات. يعني أنا بعين المحبة إذا أنتقد، يعني إذا أسمع بهالفترة الأخيرة مو بس أنا يعني الناس كل الرعاة سوري على هالكلمة صاروا مثل الشيوخ دي يفتون فتاوي بالتعليم. فالرعية اللي بحضر ما حضرتكم الرعية، لما الرعية تشوفوا هذا الراعي هي تشوف يمكن يكون مثلا كل راعي جيد، راعي كويس، خدماته مناشاطاته كلها اجتماعيا كلها يعني حلوة، لكن لما يجي بتعليم كلمة واحدة لما تكون مناهضة للكتاب قسجون هذا شيء كلش خطر. يعني أنا شخصيا ما سمعت، بس في إخواتي وأخواتي سمعوا قبل فترة في راعي، يعني لازم الراعي يكون مسؤول عن كل كلمة ينطقها، وخاصة لما ينطقها في كل مكان خطر، لكن خاصة لما يكون على الشاشات والملايين البشر يشوفوها، لما يبدو يسوي يحكوا كلام كأنه كلام تفرقة، كأنه إحنا المسيحيين مش كلنا جسد واحد، يفرق بين هالأخ والأخ. يعني قبل فترة سمعت راعي كان يقول مثلا يحكي كأنه إحنا ما نحب القديسين، كأنه إحنا ما نحب أم الرب اللي هي إحنا واحد يعني مجرم، واحد زاني إذا يقبل ويقبل الرب يسوع إحنا نقول له أخ وقديس، فكيف ما نقبل القديسين وكيف ما نقبل سوري قصدي يعني على الحماس. بس أنا سمعت رعاة وللأسف القنوات التلفزيونية ده تنتصح لهم المجال وينشرون هذا التعليم، والتعليم كلش خاطئ وخطر. فبليس بليس قصدي هلو لازم يكونون أمينين، لأنه ناس لا تستمع كل شيء، وأي كلمة يعني ممكن خاص القسم معرفتهم الكتابية ضعيفة. يعني حضرتك عم تحكي خليني أوضحها بس شوي، حضرتك بتقولي أنه في شخص يعني هاجم القديسين ولا هاجم مين؟
لا هاجمنا احنا المؤمنين كانه احنا ما نحب، كانه احنا ما نحب يعني القديسين، كانه احنا ما نحب يعني تاج راسنا وقديس المطور يعني ام الرب يعني اول من امنت، كانه انا يعني يؤسفني. اعتقد كان هذا الخادم حسن، ما اعتقد من قصر الدباره، ما بعرف يعني، خلينا واضحين وصريحين. فانا يؤسفني هذا الكلام لما نسمع، ما احنا كلنا اخوه واخوات، ما هذول اهالينا وهذول اهالينا واولادنا. يعني كيف يعملوا هالتفرقه؟ اشكرك. كانه احنا مش مو يعني جسد المسيح الواحد، كيف يطلقوا هالتفرقه؟ اوكي اشكرك جدا. طبعا انا يمكن الاخت عرفت انا شو قصده. في اخ خادم كان عم بيصلي وبيقول انه يا رب سامحنا لانه نحن حكينا على العذراء او شيء هيك بتصور. اذا مش غلطان، لا يا احبه، هو الكنيسه الانجيليه اذا بتحكي على العذراء بتكون مش كنيسه انجيليه، لانه الرب اوصانا انه نطوب العذراء. مريم قال وهي بتقول بعظمه لسانها لما كانت عم تحكي مع الاصابات، بتقول هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. يعني كلنا بنقول طوباك يا مريم يا ام الرب. فاذا هو الاخ عم يحكي هالكلام هيدا الرب يباركه، اذا هو حاكي على العذراء هيدا شانه الخاص. بس اي واحد انجيلي اذا حكي على العذراء هيدي غلطه كبيره. لكن الانجيليين لازم يكونوا فعلا قدوه صالحه في كل امر. بس ما حد يستغل كلمات هذا الاخ ويفهمها على انه الكنائس الانجيليه عم تحكي على القديسين، لانه الشخص اللي بيكون غير خبير بكلام البر مثل ما بيقول القديس بولس بعبرانيين 5، ممكن واحد جديد بالايمان يحكي كلمات ويخربط. بس على المنبر لا يمكن اي خادم يهاجم القديسين. اذا الرب علمنا نحب اعدائنا، مش معقول نحب، معقول ما نحب ام الرب او القديسين؟ بتحب تعلق تعليق سريع عليها من فضلك دكتور؟ انا عاوز اقول تعليق سريع بس. الاخت بتقول ان الرعاة، وهي كلامها صائب 100%، بتقول ان بعض الرعاة بيتكلموا كلام غير تعليمي. يعني ما بيعلموش الحق على منابرهم. عاوز اقول بس في فرق بين الراعي والمعلم. وفي واحد بيفتي يعني بيعمل فتاوى، لازم 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 افصل بين الاثنين. الراعي والمعلم. المعلم مكتوب عنه في رومية 12 المعلم ففي التعليم. يعرف يعلم يعلم. ما يعرفش يعلم يسيب الموهبة دي لحد تاني غيره. ويكون مبشر. ويكون مبشر ويكرز. ويتكلم كلام بسيط، لأن الكارز كلامه بسيط يؤدي إلى خلاص الآخرين وإلى قبول الآخرين للرب يسوع. فبالتالي مش كل المعلمين رعاة ولا كل الرعاة معلمين، لكن إن وجد رعاة معلمون يبقى بالتالي يجب أن ينتبهوا إلى كل ما يقولون، لأن كل كلمة بتتقال على المنبر مأخوذة على صاحبها. صحيح صحيح. طيب رح تابع مع الأسيس ناصر بسرعة حتى ناخد تعليق ونرجع لحضرتك نكمل الأفكار اللي إياه. طيب عم بيقول لي المخرج انه معنا حضرة الاسيس يوسف من بيرث. بناخذ الاسيس يوسف ومنتابع تعليق حول هيدا الموضوع بالذات، لانه انا حابب ما افوته حتى لا يصير لغط. طيب حضرة الاسيس يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك ونشكر ربنا اجلك. تفضل حضرتك معنا على الهواء. اهلا بك يا سيس زون، ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك حضرتك. رحب بالضيوف الكرام، حبيبنا واستاذنا الغالي الدكتور مشير، ربي يباركه والحمد لله بسلامته. نشكر ربنا نشوفه مره تاني، وانا مبسوط كمان يكون معانا حد مسؤول مهم، هو على راس طبعا اللجنه التنفيذيه للكنائس الرسوليه، حبيبنا الغالي وصديقي العزيز الاسيس ناصر. مش عارف يعني لو هاخد شويه وقت من وقت ضيوفنا الاعزاء، يعني لو يسمحوا لي ان انا اساهم بحاجه. هو مش غلط حد أسيس ان احنا بننتقد انفسنا، انا راعي. مش غلط ان احنا نتكلم لو في حاجات اخطاء معينه، ومش بنقولها عشان بس مجرد ان احنا ننتقد، لكن الرب يدينا نعمه ونشوف ان كان في حلول. وانا برضو مع الجزء المداخله دي عايز اقول بعض افكار، ويكون معانا الأسيس ناصر يتابع الحاجات دي يمكن تكون مفيدة. النص اللي أشار ليه الدكتور ميشيل في حزقيال 34 دي حاجات موجودة. وطبعا مكتب الأسيس ناصر بيشهد أكيد، ودكتور ميشيل بيعرف الكلام ده كويس جدا، أنه على مر العصور كم من التراكمات والمشاكل
والتحديات والصعوبات موجودة. يعني الكلام بتاع حسقيال 34، المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم تشتتتم تشتتت بلا راعي الغنم وصارت مأكلا لجميع وحوش الأرض ضلت غنمي في كل الجبال. الكلام ده موجود، الكلام ده مش هنقدر ننكره أو نقول إن هو مش موجود. ناس اتعصرت وناس تعبت وناس سابت الاجتماعات وناس سابت الرب بسبب إنه ما فيش صورة جميلة حلوة من الرعاة. لا بس خليني اكون اسيس من فضلك، يعني لانه دائما انا اخاف من التعميم. انا يعني بعض الرعاة، بعض ممكن بعض يعني الرعاة. واحد طبعا. من ألف واحد من ألف او خلينا نقول 10 من ألف نعم تفضل. لا في نسبه كبيره، ومع الايام ومع الايام الصعبه دي ويعني حاجات كتيره والباب بقى متسع، وانا مش جاي انتقد هنا يعني لانه الانتقاد، انا جاي بس اقول بعض افكار يمكن تساعد Yes. في ان احنا الصوره دي تكون احسن. نقطه البدايه، انا بتكلم دلوقتي على افكار يمكن تكون مفيده، نقطه البدايه مهمه جدا. الرعايه بحسب ما نفهم من كلمه الله هي دعوه من الله. افسس 4 اعطى البعض ان يكون، وعنوان حلقتنا اعطيهم. فهي مش وظيفه ولا يعني حاجه نفسي عجبتني اعملها، ولا حاجه فكره دخلت في دماغي، ولا نفس ممكن واحد يبقى نفسه يطلع دكتور او مهندس، بس مفيش حاجه اسمها نفسه يطلع اسير، مفيش كده يعني. فالناس تفهم، ودي المفروض ده الفلتر، ده اول فلتر يكون للمسؤولين عن الكليات بتاعت اللاهوت. مفيش حاجه اسمها واحد جاي عايز يبقى اسيس هيدرس لاهوت، لا، دراسه اللاهوت مش هي اللي بتدي الموهبه للاسيس، لكن ممكن تلمع موهبته او يعني تديها شويه كده برزنتيشن، يعني ازاي يقدم الموهبه دي وازاي يمارسها. لكن لو مش موجوده مش هتتخلق الموهبه ان يكون راعي. في احنا في رعاه مش دارسين لاهوت، وفي ناس دارسين لاهوت ما ينفعوش برعاه، فهي الرعايه مش بدراسه اللاهوت بس. صحيح. نقطه البدايه، الشاب اللي جاي يدخل كليه اللاهوت عشان يخدم الرب، وانا مبسوط الاسيس ناصر قال حته جميله جدا وهي جديده فعلا، الرب يباركه. لازم اللجنه المسؤوله اللي هي بتوجه الشاب ده او بتوجه الخادم ده تعرف ايه الحاجه اللي عنده ايه. ممكن ما يبقاش عايز يخدم الرب فعلا بس في مجال تاني مش في الرعايه، لانه الرعايه هيكون في نفوس هو مسؤول عنها. فممكن يخدم في أنشطة، ممكن في مؤسسات مسيحية أو ملاجئ أو مدارس حتى مسيحية، أي نوع من الأنشطة لو هو ربنا حيباركه فيها تبقى خدمة. لكن التعامل مع النفوس كراعي دي دعوة من الله، ودي موهبة لازم الرب يديها له. ممكن دراسة اللاهوت تنميها أو تلمحها زي ما قلت، لكن مش هي اللي هتوجدها لو ما هياش موجودة. آمين. نقطة البداية برضو، لو واحد مش مدعو، أنا سعيد جدا إن بعض كليات اللاهوت بقت تاخد ناس خلصوا الدراسات الجامعية، مش المسألة إنه بس لازم يكون عنده مستوى معين من الفهم والإدراك. ما ممكن يكون ما توفقش في دراسته، زي ما بنسمع عن حالات كتيرة جدا، كان زمان دبلوم أو مؤهل متوسط أو أي حاجة، أو حد شاف نفسه مش ماشي في الدراسة هيروح يدرس يبقى قسيس. لا، لازم يكون على مستوى، لأنه طب ازاي هو هيتعامل مع ناس على مستوى علمي كبير؟ هو هيبقى عنده في الكنيسه دكاتره واساتذه ومهندسين، فهو مش لازم يكون في المستوى الفكري او العلمي برضه حاجه اقل من كده، لازم صحيح. يكون على مستوى كبير من الثقافه والفهم والعلم، يقدر يخاطب بطريقه كمان روحيه. فنقطه البدايه دي مهمه جدا، لازم يكون في مواصفات معينه، لازم يكون في لجنه على اعلى مستوى بتقعد وتعمل كشف هيئة وتعمل اختبارات جدية، مش قاعدة كده وخلاص يلا خش لا لا، ده موضوع مهم لأنه مستلمين أرواح الناس يعني تقريبا بالضبط. ده مستقبل عمل روحي. يس. نقطة تانية، احنا يعني أي سيستم بيتعمل من وقت لوقت بنشيك عليه ونشوف ونعمل له صيانة ونعمل له متابعة ونشوف هل في اي خلل في المنظومه حصلت ولا لا.
ده مهم، ده بيتعمل الحقيقه، وده اتعلمته هنا في كنايسنا الرسوليه والكنائس، كنائس المسيح هنا في استراليا. من وقت لوقت لازم الخدام يكون ليهم دورات معينه ويحضروها. واحنا الكارنيه بتاع الخدمه بتاعتنا ما بيتجددش الا يعني لازم نكون منتظمين في الدورات دي، اي خادم لازم يحضر وتتعرض المشاكل ويكون في متابعه ويبقى ابديت بالحاجات اللي بتحصل، المستجدات وطرق حديثه او وسائل حديثه او الافكار اللي موجوده. لازم الخادم، مش هي مساله انه امضي لي الورق عشان اطلع بيه البطاقه ان انا قسيس ولا ان انا واطلع بيه باسبور ويلا اجي. لا، الناس دي لازم تبقى الطايفه، كل طايفه تكون متواصله مع الخدام بتوعها وفي متابعات، والمشاكل والشكاوى دي برضه هم لازم يعرفوها عشان ما يقعوش فيها. لو خادم وقع الباقيين لازم يعرفوا المشكله عشان ما تتكررش معاهم. امين. حاجه تانية ومش عايز اطول اكتر من كده عشان وقت خدام الرب، لازم يكون في لجنه مسؤوله بحزم علشان لما تكون في اخطاء لخادم يكون في موقف ليها. ياما اخطاء وبنسمع الحقيقه في كلمات بعض الخدام نبر التحدي، ما انا كده واللي عاجبه كده. لا، ما فيش كده. لازم الطايفه وكل طايفه يكون فيها لجنه مسؤوله، علشان مش هقول تأديب أو توجيه، بس في كل نقابة وفي كل هيئة وفي كل مكان مرجعية، لما في أي حد أو عضو بيخطئ يبقى في مراجعة ليه. يس. لكن لما يكون في خطأ وما فيش مراجعة، طب هو الخطأ ده هيتعلم منه إيه؟ مش هيستفيد منه. الطائفة لازم تقومه. طبعا الرب ليه أسلوبه، أنا عارف، لأنه هو رئيس الرعاة وبيعمل، بس برضو إحنا علينا دور كطائفة. والأسيس ناصر سامع الكلام ده، وأتمنى الكلام ده يعني ما يكونش بداية أي حد. أنا راعي، ولما بقول كلام أنا يعني مش بحكم على حد، أنا واحد من ضمن. نشكر رب من أجلك أسيس. أتمنى نكون في أجمل صورة وأحسن صورة، والصورة اللي تكون سبب بركة للنفوس وللرعاية. ربنا يباركك، ربنا يباركك أسيس، ونشكر رب من أجلك. حياة حضرتك راعي مبارك، والرب أقامك بطريقة حلوة. ربي يباركك، أشكرك جدا. ربي باكك حضرة الأسيس ناصر، يعني يبدو أنه في مواد كتير قدام حضرتك، حلو نسمع من حضرتك الإجابات أو التعليقات. طيب يا حضرة الأسيس، أنا بمس على الأسيس يوسف، ربي باركك. وأنا هقول لك للأمانة، يعني الأسيس يوسف بيتكلم بشيء أنا معاه، أن كان هناك ماضي كتير يعني كان ماضي شوية، كان في شوية حبة عدم ترتيب. لكن عاوز اشجعك يا اسيس يوسف والمشاهدين ان الراعي له مواصفات. انا هتكلم عن تجربه عشان تبقى الحاجه عمليه يا اسيس جون. احنا مثلا في الكنيسه الرسوليه اصبح عندنا لجنه تفحص الاوراق، يعني انا في مشكله مثلا بقابلها شخصيه وخلتني فقدت بعض الناس وزعلوا مني، لي اصدقاء كتير اللي يجي يقول لي ممكن ابقى اسيس يا عم، يعني تبقى اسيس واحد تاني نفس اللي قال اسيس يوسف للامانه يعني ينفع اغير البطاقه؟ بقول اتغيرها، يقول لي اسيس انا معايا لاهوت، اصل انا عايز اسافر بره. فانت بتشجع الناس، انا دارس لاهوت. انا احنا اكتشفنا حاجه ان دارسي اللاهوت لا يؤهلون للخدمه، الخدمه هي دعوه. فاحنا مثلا عملنا لجنه هي بتفحص الشخص حقيقه. وانا عاوز يعني اشكرك يا سيد جون انك جبتني في حلقه زي كده. انا بقول لكل واحد، احنا ككنيسه رفضنا ناخد ورقه او ما رسمناهوش اسيس، ما يزعلش مننا. احنا عدنا وصلينا وفحصنا الاوراق، لقينا عشرات من الناس، احنا مش هندين الناس لكن مش مؤهلين للرعاة ولا يصلحوا رعاة، ممكن ربنا يستخدمكم بحاجة تاني. ناس كتير زعلت مننا عشان كده. فاحنا بنقول الراعي دعوة وله نظام وله بروتوكول وله شهادات وله ثقافاته وله، واولا واخيرا هي دعوة من الله. عشان كده احنا يمكن رتبنا الدنيا شوية. وعاوز اقول ان دراسه اللاهوت ده حاجه شخصيه، اللي عاوز يدرس لاهوت احنا عندنا طلبه كتير، يعني عندنا 438 طالب في كليه اللاهوت الرسوليه مثلا. مش هنرسم كل ده دراسه مفتوحه، لكن نحن نقوم برسامه الاشخاص اللي مؤهلين ومدعوين من الله الى الخدمه. فارجو ما حدش يزعل، لان عشرات الناس رجعنا اوراقهم وزعلوا مننا، فيسامحونا. اما الخدمه ورجال الله، للأمانة هناك أناس في حياتهم شرفوا الخدمة ورعاة رجال الله، في ناس أهانوا الخدمة. أنا مش قادر أحكم على الناس، هل ده عدم دعوة من الله؟ هل ده عدم تعليم؟
هل ده لخبطة؟ أنا مش قادر أحكم، لكن اللي أنا أعرفه أن الراعي المدعو الحقيقي من الله للخدمة بيعيش في مخافة الله ويسلك كما قال الكتاب، أسلكه بتدقيق، باين في كلامه، باين في سلوكه، باين في تصرفاته، باين في حياته، باين في عظاته، واضح واضح. يعني أنا هحكي حاجة، آخر تعليق ليا، قصة مشهورة جدا، الرب ليه المجد عند الصليب وفي المحاكمة، واحدة جارية بتقول لبطرس أنت كنت مع يسوع؟ قال لها لا. واحدة تانية سألته أنت جليل وأنت كنت معاه؟ قال لها لا. جماعة من القيام قالوا لا أنت كنت معاه وإحنا متأكدين. قال لي مخليكم متأكدين؟ قالوا له لغتك تظهرك. اللي عاوز أقوله هنا أن الخادم أو الراعي لغته تظهر، فالراعي الحقيقي الخادم الحقيقي رجل الله باين في كلامه، في سلوكه، في تصرفاته. وإن كان هناك بعض الناس الرعاة لهم أخطائهم، ده مش قاعدة عامة، لكن هناك قديسين أفاضل ورعاة بيرعوا بحسب فكر وقلب الله. أشكرك جدا. بس قبل ما أسلم الكلام أو حضرتك، خلينا نعلق بزي الموضوع ورجع أقرأ قليلا عن بعض الرسائل الهامة اللي أنا شايفها هامة. تفضل إقراها. ما بتحبش تعلق على الموضوع اللي أعلق على الرسائل والموضوع؟ طيب الموضوع أمين شايف. أمين، لأنه في رسائل حلوة. مثلا الأخت منى بتقول الراعي والخادم الذي لا ينظر إلى مجد نفسه بل يضع المسيح مثاله كراعي صالح، يقدر أن يترك وراءه خدام متمثلين به. وأنتم دكتور جون وضيفك وضيوفك ضيفيك الخدام والرعاة الصالحين، ورب يبارككم ويستخدمكم ولمجد اسمه. الأخت سعاد بتقول من يتبع المسيح ليس له أي اتجاه آخر، هو الراعي الصالح، هو الحاكم والحكيم، هو الإله الحي. الرب يبارك أسي جون على أعمالك وعلمك وعناوين برامج الرب، البرامج يعني، الرب ينور دربك على كل عمل صالح. الرب يباركك يا أختي. الأخت دلال أيضا عندها تعليقات أخرى، بس قلبت الصفحة رح أرجع بقرأ الموضوع ده. في أشخاص بحسب الشخص، الأخ جورج بيقول مبروك ونتفرج ونحكم بعد كده، مش عارف قصدك فيها أخ جورج شو قصدك، بس اكتب لنا شوية توضيحة. نحن هيدي الحلقة أحبائي عم نعملها من أجل أنه إذا في بعض الأشخاص اللي زعلوا وحردان، يعني كلمة حردان واضحة، بيقعدوا في بيوتهم بيقولك أنا زعلان من الراعي. أنا تقابلت مع شخص طلياني من فترة وقال لي أنه هو طبعا كان بالكنيسة وصار عمره 55 سنة وصار له فترة بدون كنيسة وهو بحب الرب. قلت له أنت على أي كنيسة بتروح؟ قال لي أنا ما بروحش ولا على كنيسة. طب ليه؟ قال لي أنا زعلان أنه في راعي أخطأ وترك وعينوا بكنيسة تانية ورجع قبلوه بالكنيسة الأولى. قلت له طيب أوكي، شو ذنب الإيمان والرب والحياة يعني؟ فلازم يكون في نوع من تشجيع للشعب اللي بيقول لك أنا عدبان على الراعي. أمين. طب بس احنا عندنا رعاة مباركين وعندنا كنائس مباركة وعندنا شعب مبارك، مش لازم نمسك غلطة أو حادثة؟ تفضل. قبل ما أتكلم في الحقيقة أنا بمسي على السيس يوسف من بيرس وبقول له شكرا لأجل هذه الأفكار والسبب، لأن السيس يوسف قبل ما يكون راعي في بيرس هو كنا بنعتبره راعي في كنيسته المحلية في الزيتون، فهو كان مسؤول، وبالتالي بيتكلم عن أسلوب الراعي وعن مسؤوليات الراعي. وفي نفس الوقت أنا بشكر الأسيس ناصر كتكوت لأجل التوضيح المبارك اللي هو وضحه لنا عن كلية اللاهوت وعن عملها وعما يسير فيها، ليس بالآراء الشخصية لكن بحسب فكر الرب. وأقول هذه الكلمات ممكن أن نفتح الباب لجميع الدارسين لكي يدرسوا كلمة الله في كلية اللاهوت، لكن عند التعيين لابد أننا نختار ما هو صالح وما هو معين من قبل الرب. أرد على النقطة بتاعت حضرتك يا سيجون، وهي أن الشخص ساب الكنيسة ومشي، لكن في إرميا 23 بيقول لنا الكتاب ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي. الرب يقول، يا ده الرب اللي بيقول كده. نعم. بيقول ويل، الرب يقول ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي. يعني في رعاة متخصصين في انهم يشتتوا الرعية،
ما وكلمة متخصصين يعني طبعهم ممكن يكون حامي، اسلوبهم يكون صعب، ممكن يكونوا غير متفاهمين، تكون محبتهم مش متزنة مع الآخرين. لذلك بيقول الرب هنا عن هؤلاء الرعاة: أنتم بددتم غنمي. ده عن الرعاة: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها. مهمة جدا الكلمات الثلاثة اللي قدامنا دي، أنتم بددتم غنمي. نمرة واحد: طردتموها. نمرة اتنين: ولم تتعهدوها. ادي المسؤولية اللي وضعها الرب على الخدام، بيبدد وبيطرد وما بيهتمش. فإن كان في أي كنيسة موجودة فيها الثلاث حاجات دول، فلا يمكن أبدا أن نستغرب إن الأخ إن كان عنده 50 سنة أو 60 سنة ممكن يسيب الكنيسة ويمشي. فده أمر صعب جدا في هذه الكلمات التي قالها الرب على فم إرميا. يعني أعيدهم مرة تانية عشان ناخد بالنا: بيبددوا الغنم، وهي نفس الأسلوب اللي قالها حزقيال في 34، إن شتتوا الغنم، بددوا الغنم، طردوا الغنم. وفي ناس كتيرة أنا سمعتها بالأمس حضرت الأسيس امبارح، اتصل بي أحد الإخوة وقال لنا المسؤول قال لنا هذه الكلمات، إن الباب عندنا يفوت جمل، يعني اللي مش عاجبه يقعد، ممكن إنه يسيب الكنيسة ويمشي. وفي كتير من بعض، مش كتير عفوا، لكن أقول البعض قلائل بيقولوا هذا الكلام: مش عاجبك أسلوبنا سيبنا ويمشي، مش عاجبك وضعنا سيبنا ويمشي، مش عاجبك تعليمنا سيبها ويمشي. هي مش يعني مش وكالة، مش وكالة، يعني أقصد الوكالة عندنا في مصر سوق، يعني هو مش كنيسة مش سوق، لكن أنت موكل على شعب يجب على أنك تهتم به. بيبدد الغنم ويطرد الغنم، والحاجة الثالثة مش بيتعهد الغنم. طب أين أذهب؟ اعطني فكرك، وأنت كراعي أكبر مني في 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 المنصب الرعوي الآن، يعني لا العفو، لا لا أنت لا 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 أنت أكبر لا مني، لا ما بتطلع على الحاجة على الحاجب الربي بقى، ده لك تاريخ في الخدمة، هذه حقيقة. أكثر مني خبرة في وضع الحالي في بلادنا، في البلادنا هنا في استراليا. عن هذه الرعية، ما رأيك في خادم يقول هذه الكلمات؟ وأنا أعرف إن الأسيس جون إن قلبه متسع للرعية، فأنا ما أسمعه وما لمسته شخصيا عن شخصك بأنك أنت بتحب الرعية وتشفق على الرعية ويهمك الرعية، لكن إذا وصلنا إلى هذا الأسلوب، من الذي يمشي، الراعي أم الرعية؟ صحيح، بس بدي أحط نقطة مهمة جدا رح أعالجها مع الأسيس ناصر رح أسأله فيها شوي سؤال. بس ما ننسى أنه أحيان، وأنا دايما بقول مش بدي أطلع مع الرعاة على طول، بس الراعي أحيان بينضغط. يعني موسى بيقول عنه السفر العدد 12 بيقول أنه كان حليم هذا الرجل موسى، كان حليم جدا، يعني في كل الأرض كان حليم، لكن برضو فرط بشفتيه لما بنوا إسرائيل يعني ضغطوه الضغطة العجيبة، وحتى جربوا يرجموه عدة مرات. وقال له للرب، قال له: ألعلي حابلت بهذا الشعب؟ حضرتك جبت سيرة سفر العدد 11، وكانوا بدوا يرجموه. فأحيانا نحن بنوصل لمرحلة أنه في رعاة حقيقيين، لكن حتى الراعي الأمين ممكن ينضغط، يعني يضغطوا وممكن يفرط يعني ممكن هو إنسان وليس إله. That's right. فنحن لازم نكون يعني يكون عندنا روح العدل يا أحبائي، ننتبه كيف نساعد رعاتنا، ورعاتنا ينتبهوا كيف يساعدوا الرعية، وما يعني نضغط عليهم. لكن طبعا إذا صار في خطأ بظرف معين من خادم أو من مخدوم، نتحمل بعضنا بأحشاء رأفات المسيح. بس أضيف آية حضرتك، وإن كان إرميا ذكر هذا في إرميا 23، لكن قال على نفسه في إرميا 17: ها هم يقولون لي أين هي كلمة الرب لتأتي. يعني بيلوموا إرميا. أنت قلت أنه ربنا بده يعمل طب لو واحد قال كده، أنت جايب الكلام اللي أنت بتوعظ به منين؟ كراعي يعني أبسط حاجة هقول له سبتها لك وهات لك واحد تاني. لكن إرميا ما قالش كده، قال كلام أعظم من هذا، وأنا بقوله لكل الرعاة اللي نفسهم قصير،
يا حضرات الرعاة طولوا نفسكم على الرعية. نعم. واصبروا على الرعية. بيقول أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعيا وراءك. أنا مش برعاهم عشانهم هم، لكن أنا برعاهم عشانك أنت، عشان الرب. فأنت أقمتني على هذه الرعية، فأنا راعي وراءك لأرعى هؤلاء. آمين آمين آمين. طيب أنا رح بقرأ رسالة بالفيسبوك طبعا. الرب يباركك الأخت أمجاد، الرب يباركك أسي جون، والحمد لله الحمد لله للدكتور ميشيل أنه على عورتك. يجب على أن يكون مدعوا من الرب الراعي ومقاد بالروح القدس ويخاطب الشعب من كلمة الله، لا يأتي بفلسفات من عنده. هاي نقطة حلوة أنه الراعي يعني sometimes بدنا نحن we need to impress. يعني شو بسموها، واحد بده يعطي يعني يعطي انطباع حلو عن نفسه، فبصير يتفلسف كتير، ما بيعود يحكي من كلمة الله، بصير يحكي من فلسفات العالم حتى يقولوا واو شو متعلم. نحن بدناش نشوف حالنا كرعاة انه نحن متعلمين ونحن بنعرف كتير. نحن بدنا نعلم من كلمة الله وما يقوله الحق الكتابي. حلوة يا اخت مجاد، ربي باكيك. لا يتكلم، لا يأتي بفلسفات من عنده، ولا انتهى ولا وإلا انتهت خدمته بناية الاجتماع. يكون قدوة للشعب، وهدفه ربح النفوس والاهتمام بصغار النفوس، ولا يكون لفئة معينة، ويكون خادم متواضع ومحب للجميع. نشكر الرب على وجود الدكتور ميشيل في الحلقة مع حضرتك يا قس جون، وحلقة رائعة ومهمة جدا. يبارككم الرب. أشكرك جدا جدا أخت أمجاد، وصلوا لأجلنا حتى الرب يعطينا نعمة على طول نكون بحسب قلبه، لأنه ما في أصعب منها يا أحبائي. وهذا السؤال رح يعني ابحثوا مع الأسيس ناصر. في رعاة طبعا في العهد القديم بيخبرنا عنهم، عالي الكاهن كان شخص عم يخدم الرب، كبر بالعمر، أولاده كانوا كاهنين بس كانوا أشرار، وكانوا يضاجعون النساء في خيمة الاجتماع. يعني خيمة الاجتماع محل ما بروحوا بيعبدوا، يعني ما خافوا الله. يعني لو واحد بيزني بعيد يعني هي غلط، بس زي ما تقول بتبلعها، بس واحد بيزني في بيت الرب. فالرب غضب جدا ونبه عالي ونبه أولاده، بس ما فيش يعني ما حدش حس على دمه، كأنه ربنا تارك الأرض وما فيش رقيب وما فيش من يحاسب. فهيدي نقطة كتير مهمة يا أحبائي، أنه ننتبه أنه لا، الخادم والمخدوم ننتبه أنه ربنا شايف، والإنجيل بيقلنا أنه بده يجي وقت وكل شيء سيستعلن أمام كرسي المسيح. تفضل حضرة الأسيس من فضلك عن موضوع الرعاة الأشرار اللي نبههم الرب لكن هم ما سألوش، وظنوا أنه ربنا بيتكلم كلام وما فيش حساب، لكن الرب دانهم. اتفضل من فضلك إذا بتحب تتوسع في هذا الموضوع. هذه هي حفلة أساس نقطة خطيرة حقيقة، يعني نقطة خطيرة وصعبة، وأرجو المشاهدين يركزوا في كل كلمة إحنا هنقولها. في البداية بس أنا عايز أطمن الدكتور ميشيل، لأنه هو واحد من اللي درسوا اللاهوت، أستاذ لاهوت ودرس وكان بركة لكثيرين. إحنا دراسة اللاهوت عندنا مثلا 438 طالب. أهلا وسهلا بالليدرز، لكن تقريبا مش بالضبط، حوالي بناخد من 8-10% ممكن يصلوا حرعاء أو مدعوين للرعاية. فده تقريبا إحنا ده اللي بنعمله، يعني 10% اللي هم مؤهلين للرعاية. فعاوز أقول الدراسة مفتوحة، لكن الرعاية هي دعوة من الله، وإحنا بنعمل بحرص لأننا وكلاء على أمانة وكلنا عليها. أما الخطورة بقى، الخطورة هنا الكتاب بيتكلم عن عالي في صموئيل، بيقول الكتاب جاء رجل الله إلى عالي وقال له هكذا يقول الرب، هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون وانتخبته من جميع أسباط إسرائيل إلى آخره. وبعدين يقول هذه الكلمات، لماذا تدسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي لكي تسمن أنفسكم بأوائل كل تقدمات شعبي؟ في مشكلة خطيرة يا حط الأسيس. الأسيس أنا أخذ مثلا حاجة عملية، الأسيس لما بيترسم أسيس بنديله لقب أسيس في البطاقة والباسبور، فعمل بالضبط زي كارت الفيزا. كارت الفيزا بياخد كارت فيزا، الكارت ده بيروح البنك يصرف فلوس براحته، يحط فلوس ويودع فلوس كارت. الكارت اللي مع الأسيس ده بيخليه يدخل بيوت الناس، يعني البيت بيتفتح لواحد، مين؟ الأسيس. أهلا يا ابونا، أهلا عبد الأسيس، أهلا جناب الراعي. فمعاه فيزا بيدخل البيوت، يقعد مع البنات، يقعد مع الستات، يقعد مع الرجالة، يقعد مع الشباب، خلاص كارت. إذا اتخدش الكارت ما ينفعش، لا يصلح إن يتعامل مع البنك. بمعنى كالآتي، يعني ده أنا بقول تمثيل بسيط، يعني بمعنى إن الخادم هنا مصرح له لا يستغل مهنة راعي أو في الباسبور أو البطاقة راعي
ويعيش في شر. هذا شر، ده موضوع خطير. الكتاب المقدس بيقول هنا: لماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمك؟ والكتاب المقدس بيعلمنا هنا الراعي يكون راعي امين. هنا الكتاب المقدس بيقول له اسمع، يعني انت لذلك يقول الرب، طبعا الرب عطاله عقاب، لذلك يقول الرب اله اسرائيل: انا قلت. لما بنرسم الراعي والقسيس بنقول له تتعهد قدام الله تكون امين، تتعهد العهود كلها، يقول امين، خد عهد. لو كسر العهد هنا بيقول الرب قال له اسمع: ان بيتك وبيت ابيك يسرون امامي الى الابد. والان يقول الرب، ايه اللي هيقول الرب؟ قال كان في اتفاقيه، انا وانت هكرمك وهباركك لان انا دعوتك، اكرم الذين يكرمونني. طب واللي احتكر الرب، اللي اساءوا لمهنه الراعي بقى واستغلها غلط واستغلها بكل الطرق، وانا هقول لحضرتك بعض الامثال دلوقتي، يعني قال الذين يحتقرونني يصغرون. عشان كده الرب كان عقابا رفعه، لولا الكتاب قاله مش راح اقوله على الشاشه. قال هو ذا ايام تاتي اقطع فيها ذراعك وذراع بيت ابيك حتى لا يكون شيخ في بيتك. انا التعبير ده صعب حقيقه، لمن اهان المهنه والرعيه التي اعطاها له الرب. قال له ترى ضيق المسكن، ده شر. حتىك انت طلبت مني ان انا اتكلم عن مصير هؤلاء الاشرار، يعني ده شر كبير. وعشان كده هذا تحذير كان صعب جدا، من اصعب ما جاء في كلمه الله. لكن في خدام طبعا عاوز اقول الناحيه الايجابيه، هناك اناس بركه وناس مستخدمين وناس الناس يتمنوا الراعي يزورهم. يعني سامحني يا عطل القسيس، زمان لما كانوا يقولوا القسيس جاي البيت يعملوا ايه؟ في ناس، في قسيس يقولوا جاي البيت يدعوا الجيران ويدعوا الاقارب ويدعوا الاصحاب، تعالوا احنا عاملين وليمه، ابونا القسيس جاي يزورنا. بعض الرعاة ممكن يتصل جايين نزورك، يقولوا احنا صراحه عندنا ظروف، عندنا 100 عذر. هم ما عندهمش اعذار، هم مش قابلين الراعي، لان هنا السلوك، هنا بقى سلوكه وتقواه ومخافه الله. وفي امثله كتير في الكتاب ممكن نحكي فيها، بس انا مش عاوز اطول عشان نتبادل الحديث مع الدكتور ميشيل والاخر. هو بعد معنا كم دقيقه بس، القسيس نبيل بيقول، القسيس نبيل زخاري بيقول: تحيه محبه قسيس جون وضيوفك الكرام، مداخله بسيطه، جيد ان ننوه عن اهميه ان يكرم الخادم زملائه والخدام، مثلا كما أكرم الرسول يوحنا زميله بطرس وعمل على إعلان رد الرب له في خدمته الرسولية بعد إنكاره للمسيح. بطرس أنكر المسيح، لكن الرسول يوحنا الحبيب بمحبة نوه وكرم بطرس الرسول، وكأنه اتكلم كيف الرب رد له اعتباره لبطرس الرسول ودعم هذا الخادم الذي أنكر المسيح أولا أو قبل حلول الروح، روح القدس. وهنا أخلاقيات راقية للزمالة في خدمة الرب: نجاح أخي هو نجاحي في خدمة السيد، مقدمين بعضكم البعض في الكرامة كما يقول الكتاب. الأخ سامح، طبعا أنا بختار بسرعة لأنه الوقت داهمني، الأخ سامح عبيد بيقول: أشكرك الفاضل القسجون لأجل طرح هذا الطرح الهام يعني ومميز بهذه الدرجة، وأشكر الأفاضل الضيوف، ولكن أحب أن أشارك بفكرة واحدة هامة وأرى أنها فارقة في حياة الراعي والرعية، وهي بلا شك أنها دعوة إلهية صريحة، ولكن هناك مقاييس كتابية ثابتة كالآتي، وهي يعني أساسيات. في الأساسيات لا يجوز العدول عنها بأي شكل، مثل التواصل الروحي والاجتماعي الدائم، التثقل بمشاكل الفئة المرهقة والمتأمل والتأمل طبعا بالروحيات، يمكن الزيارات الدائمة، الالتزام بالكتاب المقدس في التعليم، يعني ما يخرجش عن خط التعليم، الأمانة الشخصية لكم من في الرب وافر الاحترام والتقدير القس سامح عبيد. ما تعرفتش على حضرتك قسيس سامح، بس الرب يباركك ونشكر رب من اجلك. قسيس دكتور، يعني الكلمات الاخيره لانه الوقت داهمنا، كنا بنعمل ترنيمه بس ما قدرناش عملنا ترنيمه. قسيس نبيل زخاري فكره صائبه. نعم. والسبب لان بعض الخدام عملوا حواليهم وحول كنائسهم سور من حديد وانفصلوا عن الاخرين وظنوا بأنهم أفضل من الآخرين. yes. ودي نقطة خطيرة جدا، إن الخادم لا يشارك زملائه ولا يتحمل زملائه ولا يكون له خدمة مع زملائه، فهذا أمر غير حقيقي إطلاقا. نعم. الخادم الناجح لا يخاف على منصبه، فمنصبه هو ما خدوش، هو ادهوله الرب، هو موهبة من الله، هبة من الرب. نعم. فإذا كان الله أعطاني حاجة فأنا لا أخاف عليها، لكنني أشارك الآخرين بها وأحط نفسي في
مكانة الرسول بولس اللي احنا تكلمنا عنه، ان كان بيشارك الكل وعنده مساعدين للجميع. فلا يظن الخادم اللي هو حصن نفسه وحط نفسه في علياء ويعني في حالة أفضل من الآخرين بأنه سيستمر في هذه الحالة، لأن الله يقاوم المستكبرين. أضع آية بسيطة لأن الوقت دهمنا في دقيقة واحدة. تعجبني آية زكريا 11. نعم، زكريا 11 ومكتوب عنها عدد 17 هذه الكلمات: ويل للراعي الباطل التارك الغنم. أنا مش هقول كلمة ويل لأن ماليش حق فيها، لكن ده يقولها الرب نفسه، هو الرب الرب هو اللي قالها. لكن خلي بالك، جناب الراعي، في راعي كسلان، يعني طول ما قاعد الصبح ما يهتمش بالرعية، باطلش، ما يهموش، اللي راح راح واللي جه جه. أهو نقوله 5 في الكنيسة وصلوا معايهم الحد يبقى كويس، ونقوله 10 وإن ما جاش ما جاش، ده اسمه راعي باطل تارك الغنم. لكن الله يدي النعمة أن الرعاة يهتموا بالقطيع. أمين أمين. كتبوا لنا كتار من الأحبة أنه حلقة هامة جدا وضرورية، يعني على عدة مراجع، فبشكر رب من أجل كل اللي كتبوا لنا. في أحباء ما قدرناش قرأنا الرسائل بتاعتهم، بس نشكر رب، رح ناخد بعين الاعتبار كل رسالة مقدمة. أنا بشكر رب من أجل حضراتكم. أسيس ناصر، آخر كلمة بتحب تودعنا فيها من فضلك، يا ريت حضرتك تقلنا الكلمة الأخيرة ورح نختم الحلقة لأنه خلص الوقت. أوكي أسيس، الكلمة الأخيرة عاوز أقول حاجة، أن الخادم إذا صار في فكر الله وزي ما عاوز الرب، الكتاب يقول حاجتين: يونان مشي مش زي ما عاوز الرب، زي ما هو عاوز. الناس قالوا له للأسف بسبب من هذه المصيبة والبلية. لكن يوسف مشي بفكر الله، الكتاب يقول هذه الكلمات: كان الرب ينجح كل ما بيده، ووكله فوتيفار على كل بيته، ويقول كانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق، وبارك الرب كل ما في بيت الرجل بسبب يوسف. إذا سلك الراعي بفكر الله سيكون سبب بركة لكثيرين. وأنا أشجع الرعاة النهاردة أن يسيروا بفكر الله، ما تقولش الهم، أنت للرب وابن الرب، والرب وعدك أنه لن ينساك ولن يتركك إلى الأبد، وما يريده الرب منك أن تكون راعي بحسب فكر الله. أشكرك جدا جدا، الرب يحفظك ويباركك حضرة القسيس، والرب يشمعنا بحضرتك من جديد مرة تانية. أنت آخر الرب يسوع في مجيء. وأشكرك حضرة الدكتور، أشكر الرب من أجل الأفكار الحلوة النيرة الرائعة اللي قدمتها. أحبائي طبعا احنا طبعا تكلمنا عن الرعاة، بس لا ننسى أنه راعي الرعاة ورئيس الرعاة رب المجد يسوع المسيح هو الذي مش وضع الخروف الخرفان عنه، لكن وضع نفسه عن الخراف وقال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. المسيح مات عنك وعني حتى يفتدينا من خطايانا ويعطينا حياة أبدية وفرصة جديدة بعدما كنا طبعا أخطأنا وتهنا ومكتوب علينا الغضب والدينونة. يا ريت تجي إلى هذا الراعي وتكون تحت جناحي، لأنه هو الوحيد اللي بيحبك، وهو الذي يشفق عليك، وهو الوحيد الذي قادر أن ينقذك من الغضب الآتي. تقبل شخصه، تقبل أنك تغتسل بدمه، بتاخد حياة أبدية. قل له: يا رب أنا بشكرك لأنك حبيتني ومت لأجلي على عود الصليب، أعطيني نعمة في عينيك، اقبلني واغفر خطاياي، واسكن فيي بروحك الطاهر، وأعطيني حياة أبدية باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. رب معاكم إلى اللقاء في حلقة جديدة. أنت أنا المسيح في مجيئه. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة